طبعا انت فاكر اكيد الانفينكس نوت 10 برو، الموبايل الممتاز جدا اللي كان بيقدم قيمه جامده قوي مقابل السعر، وهو احسن موبايل رسميا كان للالعاب في فئه 3000 جنيه. فعايزك تستعد كده وجهز نفسك عشان احنا على ميعاد قريب جدا مع الانفينكس نوت 11 برو، الخليفه الجديد بتاع النوت 10 برو، مع شويه تحسينات وتحديثات كده. وبرغم شويه الحاجات اللي اضافت دي الا ان السعر هيبقى ثابت من 3500 ل 3800 جنيه، يعني ممكن واحتمال كبير يوم ما يزيد 100 او 200 جنيه عن سعر الانفينكس نوت 10 برو. فلو انت مش مستعجل كده انت تستخبط لايك للفيديو لاول مره تشوف، انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تشتريش اي حاجه دلوقتي واستنى لان هنشوف الموبايل ده قريب جدا جدا جدا. طبعا خامات الصناعه واحده، كلا الموبايلين من البولي كربونات، ولكن بصراحه شكل الكاميرات في الانفينكس نوت 11 برو وشكل تصميم الظهر عامه احسن بكتير من النوت 10 برو بتاع السنه دي. ولكن بصراحه شكل الانفينكس نوت 11 برو احسن بكتير من ناحيه الكاميرا وشكل التصميم عامه عن الانفينكس نوت 10 برو، ودي اول حاجه اتغيرت. اما بالنسبه لتاني حاجه اتحسنت بقى فهي نقطه الشاشه. طبعا الانفينكس نوت 10 برو كان جاي بشاشه اي بي اس 90 هرتز، هنا الشاشه هي هيها بالظبط بنفس التصميم اللي هو البنش والحافه السفليه اللي تعتبر معقوله جدا. الشاشه كمان من نوع اي بي اس فول اتش دي بلس، مفيش اي مشكله، ونفس الحجم كمان، ولكن هنا بقى مكان 90 انت هنا تاخد ريفرش ريت 120 هرتز، ودي نقطه قويه جدا. فكون انك تجرب شاشه 120 احسن بفرق شويه عن الشاشه 90، وهتحسها لما تيجي تحط الموبايلين جنب بعض. تعال بقى لتالت حاجه اتغيرت هنا وهو الاداء. طبعا بالنسبه للذاكره التخزينيه وحجم الرام واحد، هنا احنا هنشوف الجيل الجديد من الميديا تك هيليو جي 95 ميديا تك هيليو جي 96. بنش ماركس والارقام بتقول ان المعالج ده هيبقى افضل بفرق شويه عن الميديا تك هيليو جي 95، ولكن مش الفرق الكبير قوي، بس ستيل هتلاقي اداء ملحوظ سواء كان في ادائك اليومي او في اداء الجيمنج. ولكن عايز اقول لك برضو ان الهيليو جي 95 كان بيديك اداء ممتاز جدا، ما كانش مقصر معاك في اي حاجه، فانت هنا هتاخد نقله بسيطه في المعالج وهتاخد نفس حجم الذاكره الداخليه والرام زي بالظبط الانفينكس نوت 10 برو. اما بقى بالنسبه للابجريد الكبير اللي حصل هو نقطه الكاميرات. بالنسبه للانفينكس نوت 10 برو كان جاي باربع كاميرات، كاميرا اساسيه وكاميرا عزل وكاميرا ماكرو وكاميرا كانوا بيقولوا ان هي بتحسن في وضع تصوير الليل. والاول مره بتشوف موبايل جاي بكاميرا زوم تليفوتو، تقدر تعمل بيها زوم لحد 2 اكس وبتوصل لحد 30 اكس ديجيتال زوم، وده حاجه كويسه جدا. وعندك الكاميرا الاساسيه. نقطه العيب الوحيده في الموبايل ده ان مفيش هنا كاميرا الترا وايد، وانا شايف ان كده الطريق الصحيح لشركه انفينكس كان فاضل لهم بس نقطه الكاميرا الالترا وايد. فلو هعيب الموبايل في نقطه الكاميرات كان نفسي في كاميرا الترا وايد مع الكاميرا الاساسيه والكاميرا التليفوتو، يبقى احنا كده خدنا موبايل متكامل جدا الصراحه في نقطه الكاميرات. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي بتجي بدقه 16 ميجا بكسل وبتدعم معاك تصوير فول اتش دي 30 فريم في الثانيه. شويه حبشتكنات كانت موجوده في الانفينكس نوت 10 برو، وبصراحه اتبسطت جدا لما شركه انفينكس ثابتها مع النوت 11 برو. اولا الموبايل جاي بسماعات ستيريو عادي جدا، جاي كمان بمدخل 3.5 مللي، وكمان عندك هنا بصمه موجوده في زرار الباور. اما بقى بالنسبه لاخر حاجه موجوده في الموبايل هي البطاريه والشحن، وهما نفس اللي موجودين بالظبط في الانفينكس نوت 10 برو، بطاريه 5000 ملي امبير وشحن سريع من الاخر كده تايب سي 33 واط. هنا زودوا كاميرا تليفوتو وده حاجه كويسه جدا، بتوصل معاك ل 30 اكس، 30 اكس تقريب في فئه 3000 جنيه حاجه كويسه وجديده واول مره نشوفها في الفئه السعريه دي. عندك كمان الشاشه ال 120 هرتز. اما بالنسبه لثالث حاجه اتغيرت هي نقطه الاداء، المعالج بدل ميديا تك هيليو جي 95 بقى ميديا تك هيليو جي 96. التسعير المتوقع للموبايل من 3500 ل 3800 جنيه زي ما قلت لك كده، والميعاد المتوقع لنزول الموبايل هيكون يا اما في شهر 12 في السنه دي يا اما في اول السنه الجديده. لازم تستنى وتنتظر الانفينكس نوت 11 برو لان شكلنا كده هنشوف موبايل ممتاز جدا، موبايل منافس بشكل كبير. متنساش تخبط اللايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد، وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.